العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، هذا شعار تغنى به الدكتور الباحث أديب قاموع في مسيرة حياته، فانصب على العلم وحقق أقصى أمانيه، فكان من أول المؤسسين لقسم الطبوغرافيا في جامعة تشرين. فالباحث أديب قاموع من مواليد عام 1953 في محافظة اللاذقية، حاصل على شهادة الدكتوراه في هندسة المساحة والجيوديزيا من جامعة صوفيا بلغاريا عام 1989، إجازة في الهندسة المدنية بي سي من جامعة تشرين عام 1977، مؤسس قسم الهندسة الطبوغرافية في جامعة تشرين، ومهندس رأي في نقابة المهندسين فرع اللاذقية منذ عام 1998، عميد كلية الهندسة المدنية في جامعة تشرين. البحث العلمي في الكلية في الجامعة بشكل خاص هو عصب تطور وتقدم العلم والبحوث العلمية، وبالتالي إيجاد الصيغ التطبيقية لنتائج هذه الأبحاث. البحث العلمي في الواقع هو دائما يترافق مع العملية التعليمية التدريسية البحثية اللي بدأت بشكل فعلي بعد الانتهاء من الدراسة الجامعية الأولى اللي كانت بشكل عام في مجال الهندسة المدنية، اللي أبدأ بعدها مرحلة التخصص في مجال علوم المساحة والجيوديزيا، وفي الواقع كانت هذه هي المرحلة الأولى للبدء في بالبحث العلمي في هذا المجال المتشعب والمترامي الأطراف. الخطوات الأولى كانت في الواقع هي لترميم المعلومات والنقص الحاصل، حيث أننا في كلياتنا في ذلك الوقت لم يكن لدينا الاختصاص المساحة والجيوديزيا، فكان المرحلة الأولى هي ترميم النقص في هذه المعلومات لنستوعب الأسس العلمية العملية في مجالات المساحة والجيوديزيا، والتي أهلت للبدء للخوض في تفاصيل البحث العلمي موضوع رسالة الدكتوراه. البحث العلمي في الواقع تطلب مزيد من الجهد، وخاصة في مجال البحث عن المعلومة أو الإحاطة بجميع ما توصلت إليه الأبحاث العلمية في هذا المجال، خاصة وأن علوم المساحة والجيوديزيا في الواقع هي مرتبطة بشكل كبير بتطور العلوم الأخرى، الرياضيات، الفيزياء، علوم الضوء وعلوم الأرض ونظريات الأخطاء القياسات وغيرها. هذا الأمر تطلب فعلا الجهد الكبير لترميم النقص والتوازي مع ذلك الخوض في موضوع البحث الدكتوراه الذي كان في مجال قياسات الأخطاء والمعادلات واستخراج المعادلات أو إيجاد المعادلات الرياضية التي تسمح بتنفيذ مختلف المنشآت الهندسية بمعايير هندسية محددة وبحدود لسماحية حدود الأخطاء المسموحة، وبالتالي الوصول إلى المنشأ بشكله النهائي حسب ما هو مدروس في الإدارة التنفيذية. الأمر تتابع أيضا، وتابعنا الأبحاث بعد العودة إلى الجامعة، وفي الواقع تأسيس القسم الهام جدا من أقسام الهندسة المدنية وهو قسم الهندسة الطبوغرافية،
الذي بدأ باستيعاب قبول الطلاب والعمل أيضا على تطوير وضع مناهج لهذا القسم وتطوير هذه المناهج بما ينسجم وتكامل مع الاختصاصات الأخرى في كلية الهندسة المدنية، وأيضا اختيار المواضيع التي تلائم الحاجة الفعلية الهندسية من حيث دراسة المشاريع الهندسية التي المطلوبة بمختلف أنواعها، مشاريع المواصلات، توسع المدن، مشاريع الأبنية، المخططات التنظيمية، وحاجة هذه البناء السدود في مجالات الري، شبكات الري إلى آخره، وحاجة كل هذه المنشآت وغيرها إلى الأعمال المساحية. بهذا الشكل في الواقع تم تعميق الاختصاص وارتباطه بشكل كبير بحاجات المشاريع التنموية، وبالتالي أيضا بدأنا بالعمل على حل مشاكل معينة كانت تعترض المديريات، الوزارات، المشاريع أو القائمين على المشاريع لحل هذه المشاكل. إن الأعمال الطبوغرافية في الواقع تأتي أهميتها من أنها هي الأعمال التي تسبق أي مشروع هندسي، ترافق هذا المشروع أثناء مرحلة التحري والاستكشاف والبحث وتجميع المعلومات والمعطيات. أيضا هذه الأعمال هي هامة جدا، ترافق المشروع في إنجاز الوثيقة الأساسية الهامة وهي المخططات والخرائط الطبوغرافية الرقمية التي تعتبر الأساس للعلمي لأي مشروع، للمشروع الهندسي. بعد الانتهاء من مرحلة تنفيذ المشروع الهندسي أيضا تأتي مرحلة الاستثمار لهذا المشروع خلال العمر الزمني المدروس له. أيضا في هذه المرحلة تكون هناك متابعة من قبل اختصاصيي الهندسة الطبوغرافية والجيوديزيا بزرع نقاط معينة ومتابعة ما يحصل من تشوهات لهذا المنشأ طيلة العمر الهندسي المدروس له. وأيضا هذا المجال هو أحد المواضيع التي تعطى فيها أبحاث علمية، ويكون للبرنامج الذي يوضع للمراقبة والتنفيذ والنتائج التي يتم الحصول عليها يكون لهذه النتائج دور هام جدا تعطى للاختصاصيين، وبناء عليها يتم تحديد سلوك المنشأ الهندسي في هذه الفترة. أيضا يعني في كل العمل في كل مرحلة المشاكل التي تظهر تكون هي موضوع للبحث والتحليل من قبل طلاب الماجستير بإشراف الأساتذة وبإشرافنا، وبالتالي الوصول بعد فترة من خلال منهجية معينة إلى نتائج علمية عملية تفيد في معالجة المشكلة أو الإيجاد أو إعطاء مؤشر عن هذه المشكلة ليصار إلى الحل والمتابعة. كانت له إسهامات مهنية علمية خدمت المجتمع والعلوم الهندسية،
فكان مدقق في لجنة تدقيق مشروع المحلق الشمالي في اللاذقية والطريق المرفئي، إضافة إلى دراسة جسر الدرباسية وجسر البلغار عام 2002-2004، إنجاز المسح الطبوغرافي لمجرى نهر السن ونهر مرقية من المنبع وحتى المصب في البحر المتوسط عام 2004، دراسة التحويلة المرورية وما يتبعها من جسور وعبارات على طريق طرطوس المنطار عام 2005، ودراسات كثيرة في القطاعين العام والخاص. لا يغيب عن الذهن أبدا أن البحث العلمي في الواقع يترافق بشكل مستمر مع عمل الأستاذ الجامعي، مع عمل الأستاذ اللي نقول في كلية الهندسة المدنية، خاصة أن لأبحاثنا بشكل عام جانب تطبيقي، وهذا الجانب هام جدا لأنه يساعد في حل المشاكل المطروحة، يساعد في إيجاد الحل الأكثر اقتصادية ويحقق طبعا الشروط الفنية، أيضا يساعد في التنبؤ على لمخاطر أو أسباب قد تحصل مسبقا، يعطيها الباحث كمؤشرات للمستقبل لتفادي أخطار قد تحصل. أيضا من جانب آخر، نتائج أبحاثنا يكون لها جانب مهم، وهو كيفية العمل على بسرعة زمنية قصيرة لإنجاز عمل معين. إذا حصلت مثلا حوادث غير محسوبة كالفيضانات أو غيرها، يكون للباحث مقدرة على التنبؤ وإعطاء الحلول المناسبة بالفترة الزمنية القصيرة. البحث العلمي نبدأه بشكل عام أيضا مع طلابنا في السنوات الأخيرة. الأمر هذا يتم في الواقع من خلال طريقة الإعطاء وطريقة التفاعل، جعل الطالب يتفاعل مع المواضيع المطروحة في المحاضرات، وبالتالي الإشارة إلى موضوعات مهمة تعطى للطلاب كحلقات بحث، يستزيد الطالب، يطلب من الطالب البحث في هذه الموضوعات وجمع المعلومات الموثقة من المواقع الإلكترونية والمراكز البحثية ونتائج الأبحاث ومن الكتب المرجعية وغيرها، وبالتالي إغناء تعويد هذا الطالب على الاستزادة في هذه المواضيع المطروحة، إضافة إلى تعويده على طريقة البحث للحصول على المعلومات الحديثة في هذا المجال. هذا الأمر في الواقع يعني يمارس بشكل دائم مع طلاب السنة الأخيرة، ويتم التركيز والتخصص على طالب الماجستير الذي يكون في الواقع بعد السنة الأولى أو من السنة الأولى لدراسته في القسم في الكلية، بعد أن ينهي المقررات الدراسية الخاصة بذلك، يبدأ بالدراسة والبحث حول الموضوع المطروح، ويستمر خلال فترة زمنية محددة طبعا، بعد أن يتم وضع خطة علمية لهذا البحث، وتناقش هذه الخطط من القسم المختص بجلسات علمية مفتوحة، حتى نحصل بالنهاية على موضوع البحث بشكل واضح وأهداف هذا البحث والنتائج المتوقعة لهذا البحث. في الآونة الأخيرة في الواقع، وكما هو معلوم، أصبحت لموضوعاتنا في الهندسة المدنية بشكل عام لا سيما
وخاصة عندما كنت أنا بصراحة يعني عميد الكلية ومؤتمن على إدارتها خلال السنة الفائتة، توجهت الموضوعات باتجاه مواضيع إعادة الإعمار في سوريا. وفي هذا المجال في الواقع شاركنا بشكل فعال كأعضاء هيئة تدريسي كزملاء من مختلف الأقسام في مؤتمر إعادة الإعمار الذي أقيم في نقابة المهندسين، وقدم زملاؤنا في قسم الهندسة الإنشائية طريقة مبتكرة عن الإنشاء السريع وبدعم وتعاون مع وزارة الإسكان والتعمير، وكان لنتائج التوصل إليها تطبيق مباشر، وهم الآن في الواقع في طور إنتاج وتحسين الأبنية والمنشآت سريعة مسبقة الإنشاء ضمن نفس مجال البحث العلمي والجوانب التطبيقية له. أقمنا أيضا على مستوى الكلية وبمساعدة قسم الهندسة الطبوغرافية ورشة كان لها نتائج هامة بعنوان دور وأهمية الأعمال الطبوغرافية في إعادة الإعمار في سوريا، خاصة وأن هذا الأمر الذي يترافق مع الإنشاء والإعمار للمناطق التي هدمها أو خربها الإرهاب، وبالتالي أزيلت الحدود وأزيلت معالم منشآت كثيرة. سلطت هذه الورشة الضوء على كيفية إعادة الممتلكات إلى حدودها الطبيعية إلى مواقعها، وأيضا التفكير الذي تقوم به بالتأكيد الحكومة والوزارات المختصة في إنجاز مخططات تنظيمية في مناطق جديدة في هذه الأعمال. بشكل أساسي يكون تحديد الملكيات الخاصة والعامة ومناطق تنظيمية وكل المنشآت المتعلقة بها من بنى تحتية، شوارع، طرقات، إنارة والتمديدات بمختلف أنواعها، وأيضا متطلبات التخطيط العمراني التنظيمي لهذه المنطقة، كلها أساسها في الواقع هي الأعمال المساحية الجيوديزية التي تستند بشكل أساسي على تعريف هذه المنطقة على تمثيلها بالاستناد إلى نقاط جيوديزية، نقاط مثلثات من مختلف الدرجات على مراصد مساحية ومراجع تسوية إلى آخره، تكون هي الأساس لإنجاز المخططات الطبوغرافية التي على أساسها ستنظم المنطقة، وفي مرحلة لاحقة سيتم تنفيذها التنفيذ استنادا على هذه النقاط. كانت لأبحاث الدكتور أديب قاموع فائدة علمية ومهنية، فقد ساهمت في تعليم الاختصاص للطلاب بشكل أكاديمي، وساهمت في توطين هذا الاختصاص في ظل غيابه من جامعة تشرين بالرغم من قدم هذا الاختصاص وأهميته في كافة المشاريع الهندسية، سواء في مرحلة التدقيق إلى تنفيذ المشروع على أرض الواقع. ضمن العمل العلمي الذي يرافق العملية التدريسية التعليمية نقوم بأبحاث علمية مختلفة في مجال اختصاص المساحة والجيوديزيا، نسعى في هذه الأبحاث لأن تعالج مشاكل معينة مطروحة وإيجاد الحلول لها من خلال النتائج المستحصلة. من الأبحاث التي قمنا بإنجازها في الواقع أحد الأبحاث التضليع الجيوديزي ودوره في أعمال مسح الطبوغرافي. هذا العمل جاء ثمرة عمل حقلي فعلي قمنا به في أحد المشاريع تنظيم مجرى نهر السند بقياسات فعلية لهذا المجرى
بدءا من البحيرة حتى المصب في البحر المتوسط. وبالتالي النتائج التي حصلنا عليها نتائج تطبيقية مباشرة تفيد في عملية دعم البحث العلمي والتأكيد على دور وأهمية المضلعات الجيوديزية في مشاريع مشابهة لإنجاز لمخططات طبوغرافية ذات طبيعة ذات طبوغرافيا صعبة. أيضا من الأبحاث الهامة جدا والتي لها جانب أيضا علمي وتطبيقي هو إعادة تأهيل الطرق خاصة سواء كانت في مرحلة السلم إعادة تأهيل طرق رفع درجة هذه الطرق من درجة أدنى إلى درجة أعلى، وبالتالي المراحل الأساسية فيها هي رفع الطبوغرافي لهذه المناطق لشريط الطريق التي يمر منه الطريق ومجالات توسعه. أيضا هو أحد الأبحاث في الواقع ومواضيع الماجستير. أيضا من الأبحاث الهامة جدا والتي نحاول أن فيها أن نستقطب نستوعب التكنولوجيا الحديثة وتوطين هذه التكنولوجيا في بلادنا، ما يخص القياسات الفضائية GNSS Geodetic Navigation Satellite System ودور هذه الأعمال في هذه النظم، نظم القياسات في أعمال المسح الطبوغرافي وأيضا أعمال تجسيد المنشآت. هذا أحد الأبحاث المسجلة التي سجلتها مع زميل آخر من جامعة حلب. أيضا هناك بحث هام جدا أعطيناه في نفس المجال، نظم القياسات الفضائية، وفي الواقع منذ بضعة أيام طالب الماجستير المختص قدم الأطروحة بشكل نهائي وكان للنتائج التي استحصلنا عليها نتائج جيدة على مستوى عالمي. تم من خلالها تحسين دقة القياسات في المستوى الأفقي حتى بنسبة 80% وتحسين دقة القياسات الارتفاعية بنسبة وصلت حتى 70%، وهذه مقارنة مع الأبحاث التي جرت حتى العام 2012 في الولايات المتحدة وفي دول أوروبية أخرى. نتائج هذا البحث في الواقع يمكن الاستفادة منها في شبكات جيوديزية في سوريا كمنهجية بحث، كطريقة تفكير، كخوارزمية لحل مشاكل مشابهة للشبكات الهجينة في هذا المجال، وبالتالي الحصول على نتائج إضافة لتوطين هذه النظم في حياتنا في اختصاصنا في اختصاص الهندسة الطبوغرافية. بهذا الشكل في الواقع نتابع الأبحاث ونقدم النتائج العلمية. أيضا كان لنا في الفترة القليلة الماضية بحثين تم إنجازهما ونشرهما في مجلة جامعة شرين وبحث آخر في مجلة جامعة حلب مع زملاء أساتذة من جمهورية بلغاريا من كلية العمارة والهندسة المدني والجيوديزية في بلغاريا. أحد هذه الأبحاث هو نمذجة تضاريس في حال تغير سطح المقارنة الداتوم، وبحث آخر عن طريقة الارتدادية في تعديل القياسات. هذا الأمر في الواقع البحثي أيضا أتابعه أنا بشكل شخصي مع الزملاء من الجامعة من كلية الجيوديزية التي حصلت منها على درجة الدكتوراه، والأمر أيضا أتابعه في الواقع من خلال المجلات الدورية التي أحصل عليها
من الكلية المختصة. أحد هذه المجلات هي الكارتوغرافيا الجيوديزيا وتقسيم الأراضي، ونستفيد من هذه الأبحاث ونتائجها في العملية البحثية والعملية التدريسية أيضا، وفي تأليف الكتب ومجلة أخرى الجيوديزيا، وأيضا فيها من الأبحاث والتطبيقات والأجهزة المساحية الحديثة التي تنتج، ومواصفات هذه الأجهزة وطرق في الواقع الحديثة جدا لإنتاج وتمثيل التضاريس في بشكل في الأبعاد الثلاثة، وإعطاء صورة واضحة عن الحالة للمصمم للدارس أو لحل مشكلة معينة. أيضا الأبحاث التي نتابعها لها جانب تطبيقي يتعلق بالأعمال المساحية الجيوديزية في تنفيذ المنشآت من خلال تأسيس شبكة بناء أو تشييد مساحية في موقع المشروع، غايتها الأساسية توقيع هذا المنشأ بشكل عام وتنفيذه بتفصيلاته من خلال شبكة المحاور المنفذة لهذه الشبكة، شبكة البناء المساحية، وبالتالي ضمان تنفيذ الأساسات، محاور الأعمدة والطوابق المختلفة، وبشكل صحيح، وعلاقة هذا المنشأ وأجزائه مع المنشآت الأخرى المجاورة. وفي الواقع في هذا المجال استفدنا بشكل واضح من الشبكة المساحية المحلية الموجودة في جامعة تشرين، ولتنفيذ أبنية ومنشآت الجامعة وتنفيذ العلاقة من حيث المواقع بين هذه الكتل. دائما نسعى في أبحاثنا لأن يكون لهذه الأبحاث جانب تطبيقي يستفاد منه في تخصصات معينة. أما الكتب فهي في الواقع يعني العملية التي نسعى دائما لتنفيذها من خلال العملية التدريسية ومتابعتها وتطوير المواضيع والأفكار التي تعطى. فبالإضافة للكتب التي قمت بتأليفها، كتاب المساحة للمهندسين المعماريين الذي وضع الأساس وبيّن الأسس لهذا لعلم المساحة والجيوديزيا المتشعب والمترام بالأطراف بتخصصاته المختلفة، مع إعطاء الموضوعات الجانب التطبيقي والعملي لها من خلال استخدام أجهزة مساحية معينة والحصول على نتائج مساحية، على نتائج القياسات ومعالجة هذه القياسات للحصول على القيم النهائية، الإحداثيات النهائية أو المصححة، وبالتالي تقديم شبكة، تقديم قاعدة صحيحة لإجراء الدراسات اللاحقة في المنطقة. أيضا كتاب آخر في الواقع كان من الكتب التي أعتز بها أيضا، هو كتاب المساحة العقارية. هذا الكتاب الذي يلامس بشكل عام موضوعات المساحة العقارية وما يخص منها الجانب القانوني الذي يعطي إضاءة على بعض الموضوعات القانونية، والجانب الفني الذي هو من صلب عمل المهندس الطبوغرافي، وتطبيقات هذا العلم في هذا الجانب العقاري.
خاصة أن الأعمال المساحة العقارية هي في الواقع أعمال تلامس وتهم كل المواطنين بلا استثناء، سواء أثناء تحديد أملاكهم الخاصة أو علاقة هذه الأملاك مع الملكيات المجاورة، وأيضا تحديد ملكيات الدولة، وأيضا كيفية التعاطي والتعامل مع عمليات تقسيم الأراضي، وبالتالي الاستفادة في استثمار هذه الأراضي حسب المزروعات المختلفة، تحديد الحدود أيضا الإدارية لكل منطقة، تحديد الحدود للعقارات المختلفة، وأيضا تحديد العقارات ليس فقط في المستوى الأفقي وإنما أيضا في المستوى الشاقولي من خلال الأبنية والمشاريع الأبنية والطابقة التي تبنى عليها، بغية في مراحل لاحقة استخراج سند تمليك لهذه العقارات. رفعت أبحاث الدكتور أديب قاموع من سوية العمل الهندسية، فأصبحت المشاريع تنفذ باستخدام الطرق المساحية المناسبة والأجهزة المساحية الدقيقة، مما ساهم في تنفيذ المشاريع حسب المواصفات الفنية وبدقة أكثر وزمن تنفيذي أقل. إن البحث العلمي في الجامعة في الواقع يسير وفق خطة تضعها الأقسام والكليات، وتأخذ الموافقة من المجالس الأعلى مجلس الجامعة. في الواقع هناك يعني تسهيل لهذه العملية من خلال التسهيلات التي تقدم حسب متطلبات البحث، وفي الواقع يتم الدعم الأكبر لهذه الأبحاث عندما يكون لها جانب تطبيقي، خاصة كما قلنا إذا كان هناك جانب يساعد في العملية الإنتاجية، يساعد في تطوير البنية التحتية، يساعد في عملية الإعمار، فهذه تدعم بشكل مباشر من خلال ميزانية الجامعة أو من خلال التعاون مع جهات أخرى. في ورشة العمل التي ذكرتها أنا، الهندسة الطبوغرافية دورة في إعادة الإعمار، تم التعاون مع المدير العام للمصالح العقارية، وهناك عدة برامج ستنفذ، وسيتم أيضا الدعم من الجامعة ومن الوزارة، وزارة الإدارة المحلية، استنادا إلى الاتفاقية التي تم توقيعها بين جامعة شرين والوزارة. البحث العلمي بشكل عام هو نشاط يفترض ويجب أن نقوم به باستمرار، لأنه القاعدة فعلا لكي نطور المعلومات ولكي نحصل على نتائج يمكن الاستفادة منها في التطبيقات، وبالتالي تنعكس إيجابا على الناحية الفنية وعلى الناحية الاقتصادية. وللباحث أديب قاموع نظرة تفاؤل بمستقبل البحث العلمي في جامعة تشرين، آملا أن تلقى المشاريع البحثية اهتمام أكثر من قبل الجهات الأخرى للاستفادة من نتائجها وتطبيقها على أرض الواقع. ما يخص البحث العلمي والدعوة للشباب، هو في الواقع أقول أن البحث العلمي هو مرتبط بعملية التعلم بشكل مستمر التي تبدأ الحياة العملية بعد التخرج وتستمر مدى الحياة. الأبحاث العلمية ارتباطها بكل هذه الخطوات التي سيقوم بها المهندس حتى يتميز كشخص كباحث عن أقرانه من الزملاء، وأيضا حتى يكون لأبحاثه لنتائجه موقع في المجتمع، في المنشآت، جانب التطبيقي، وأيضا إعطاء أفكار تصورات عن حلول لمشاكل قد تحصل مستقبلا. بهذا الشكل البحث العلمي هو نبض الحياة الذي يستمر مع الباحث طيلة الحياة.